ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وفيديو النهارده هيكون ريفيو عن البرفيوم ده، وهو بلاك ستار من عبد الصمد القرشي. البرفيوم ده من البرفانات للاسف اللي تقريبا ما بقتش موجوده للفتره دي. مش عارفه اذا كان هيرجعوه تاني ولا لا، بس انا سالت عليه من قريب لقيته مش موجود. ده جاي كنت جايباه برده من فتره. ده شكل الباكج او العلبه، هو ده المنظر بتاعها. ومن هنا في زي خرزه بتلمع كده. الإزازة شكلها راقي وشيك وكبيرة. ده 100 ملي. البرفيوم ده من العطور الجورماند، أو اللي هي بيسموها يعني عطر جورماندي، يعني شتوي. الجورماندي دي بتطلق على الحاجات اللي هي بتكون فيها نوتات الفواكه والأكل والحاجات السويت شوية، فبيقولوا عليها جورماندي. دي تحس انت عايزة تاكليه. البرفيوم ده بيفكرني، وانا شايفه ان هو شبيه وقريب جدا لعطر لافي ابيل. قريب قوي 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 ليه. ده عطر جورماندي شتوي للسهرات. مقدمته فيها الكمثرى والعنب والزهور بيضاء والياسمين والبرتقال والورد الابيض. القاعده بتاعته هي بقى اللي تقيله، هي الجورمانديه، فيها الكاكاو وفيها الفانيليا والكراميل واللوز مع الباتشولي. القاعده بتاعته زي ما انتم شايفين قويه جدا، فيها باتشولي، فيها مسك، فيها كاكاو، فيها فانيليا، فيها كراميل. فهو عطر فيري 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 سويت وشجري، ثابت جدا جدا، بيقعد فتره طويله، انتشاره رهيب. انا حاساه زي ما قلت لكم شبيه بلافي ابل. لو انت من الناس اللي هي حبت او بتحب بينك شجر، ده هيعجبك برده، لان هو في بعض من النوتات بينهم مشتركه، وهي الكراميل والفانيليا. فهتحبيه قوي قوي وهتستسغيه وهتبقي حاساه حلو. بس هو عطر شتوي، ما حسيتش ان هو ينفع في الصيف خالص، من كتر ما هو سويت تحس انت تتخنقي منه في الشتاء في الصيف. فانا ما انصحكيش انت تحطيه او تشتريه في الصيف. بس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه، ممكن تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار لما انزل فيديو على طول. و باي باي.